كما بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وارعاه برقيه تعزيه ومواساه لفخامه الرئيس فرانسوا اولاند رئيس جمهوريه فرنسا الصديقه عبر سموه فيها عن خالص تعزيه ومواساته بضحايا الانفجارات الارهابيه التي وقعت في باريس الليله الماضيه واسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الابرياء. معربا سموه عن تضامن مملكة البحرين مع الحكومة الفرنسية وأسر الضحايا مجددا سموه إدانته لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والتي تتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية متمنيا سموه شفاء العاجل للجرحى والمصابين كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة لمعالي السيد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي